جوهرة اف ام. هذا حلم متحقق بالنسبة لي نحن، بالنسبة للمرضى بتاع اللي يستحقوا الإنعاش. مشروع نستناو فيه دوبي بريس 15 توا. القسم هذا طاقة استيعابه 11 مريض، 11 غرفة انديفيدويل، كل مريض في شامبر وحده، تجهيزات طبية معناها تكنولوجية عالية برشا، قسم متاك تشوف مزيان برشا مطابق للمواصفات العالمية، وعاملة وحدة في قسم كيما هذا، عاملة وحدة معناها تصور معناها دونك 9 ممرضين يمكنونا كمش نخدموا كان بثلاثة فروشة بركة. دونك عندنا 8 بيوت إكيبي بفروشاتهم بالماكينات نتاعهم، آلات التنفس الاصطناعي، آلات المراقبة، كل شيء مجهز حاضر، جوست ناقصين بيرسونيل باش نخدموا المرضى الكل كي معناها نخدموا 11 فرش. باش ينقص الضغط على وحدات الإنعاش الأخرى كيما سهلول كيما حشاد، خاطر المرضى اللي يستحقوا الإنعاش العدد نتاعهم كبير برشا، ومالوريزمون العدد نتاع الأسرة نتاع الإنعاش قليل شويه عندنا في الجهه. دونك المكان هذا باش ناخذوا مرضى سواء من سوسه ولا من خارج سوسه، من اي بلاصه في تراب الجمهوريه، اي مريض يستحق الانعاش وعندنا فرش ناخذوه على عيننا وراسنا، ما عندناش حتى مزيه، والهدف نتاعنا هو خدمه المريض هذا. صافي مالو كور باش يكلمونا لورجونس يقولوا عندنا مريض، ونقول لهم سامحوني ما نجمش ناخذه، ما انا خاطر عندي الماكينه وعندي الفرش، مي ما عنديش شكون يتلهى بيه. كلف تقريبا 2 مليار دوات و100 الف دينار، معناها منهم 1100 دينار الاكيبمون اشغال باردون، ومليون مليار اكيبمون. الاكيبمون ناقصين حوايج مش كبيره برشا، مثلا ناقصين وحده نتاع ايموديليز تاع التصفيه نتاع الكلى. تصور مثلا عندنا مريض يستحق ديال التصفيه، نزوه ساعات سو ماشين دون دي كونديسيون ديفيسيل، نزوه لسهلول باش يعمل تصفيه ونرجعوه، وساعات تتعكر الحاله نتاع المريض في الترونسفير نتاعو من الغادي. دونك ماذا بينا طالبين باش نعملوا وحده نتاع عندنا بيت حاضره، نعملوا جوست ماتريال نتاع الدياليز. احنا عندنا اسانسور ما كانش لاحظته وشفتوش، اموره تعبه رغم ان الكابينه بدلوها جديده، ما هو صغير ما يهزش فرش نتاع مريض وديما يطيحهم بان. دونك عاملين برنامج نتاع بنايه نتاع مصعد كبير يهز الفرش والمريض بالاكيبمون نتاعو الكل كي. ان شاء الله قريبا ان شاء الله في 2017 قانونا نورمالمون يوافقونا في المشروع هذا ونعملوا اسانسور باش نرتاحوا، خاطر تصور كان يطيح لي بان المريض هذاك الاسانسور وعندي مريض باش نهزوا للسكانير، شنو نعمل؟ نقعد بالحق سي تري ديفيسيل.